القانون الانتخابي كان محور نقاش, وفي بعض نقاش أخرى عبرنا عليها توجي مثلا تمنع معناها رئيس جمعية رياضية به ينجم يكون فما مشاكل وجربناها, لكن الجمعيات الأخرى تو الجمعيات الخيرية ما فيها جمعيات مشبوهة يا سيد, اللي عنده جمعية خيرية يمشي يعمل خير ما يعملش السياسة في النهاية. ليش تمنع بنا منطق رئيس جمعية رياضية وتخلي الجمعيات الخيرية اللي قيل عنها الكثير معناها يحط الجمعيات في المطلق؟ إيه بس لا مش في المطلق, ما تنجمش تقول جمعية النساء الديمقراطية ما ترشح منها عاد. نحكي لك على الجمعيات الخيرية المشبوهة اللي ظاهرها خير وباطنها مورد لأحزاب سياسية, وهذا عشناه باش تعمل انتخابات بشكل مشوه. أنا قلت الجمعيات الخيرية في أغلبها برشا معناتها نعرف ش قاعدين يعملوا وخرجت دونك هذا ايضا فيه مشكل. لكن وين المشكل الاخر؟ اذا القانون الانتخابي بهذا الشكل وفما معطى اخر عند التوانسه وقت اللي تصير انتخابات رئاسيه يمشوا بكثافه, لانه مازال اللي يقول لك قيس سعيد ما عادش عنده شعبيه ماهوش قاري التاريخ بالمليح. كان جوب في ضيفي اللي كان لا ولا لا صديقي لا ولا لا لا ولا لا كل واحد عنده موقف لا لا كل واحد عنده موقف قد تكون تراجعت, لكن مش بالنسبة إذا تصير انتخابات اليوم. هناك قيس عايد كرئيس جمهورية مازال عنده مازال عنده بعتها شعبية, ما هذا ما ننفيهاش.